يعني الاشمئزاز من الكرة اللي بتتلعب. عنوان لايف النهاردة: الزمالك يغرق في بحور أفكار أوسيريو. طبعا مدرب الزمالك الجديد أوسيريو. بص يا جماعة، أنا مش ضد أي أفكار جديدة، أنا مع أي أفكار جديدة، أنا بحبذها جدا وبحبها جدا، وما بسمهاش افتكاسات ولا فزلكة ولا كلام من ده، لا أنا ببقى معاها جدا وببقى ورا الأفكار دي وبشجعها، لأن هي الكرة بتتطور، مفيش حد بيلعب بالنظام القديم والشكل القديم اللي كلنا عارفينه، الكرة بتتطور من حوالين مننا، وكل مدرب ليه أفكاره، أنت بتجيب مدرب أجنبي عشان يبقى عنده أفكار جديدة يقدر يقدمها معاك، لكن في نفس الوقت أنت بتبقى لازم محضر له الأدوات اللي تنفذ الأفكار دي وتساعده إن هو ينفذ أفكاره. طبعا في الزمالك مفيش الكلام ده، مفيش أي جودة، مفيش أي لعيبة عندها كواليتي تنفذ أي فكر للراجل، موضوع صعب جدا جدا جدا، الشكل العام للفريق صعب جدا. أنا بشوف التشكيل قبل الماتش، بشوف الراجل بيحاول يلعب ازاي، وبشوف الراجل ايه فكرته من اللعبة دي، فبلاقي ان الراجل بيفكر في حاجات ومرن اللعيبة على حاجات ان هي تعمل الشغل ده، لكن في ارض الملعب ممكن الراجل بتخونه افكاره. بتخونه بمعنى ايه؟ هو في التدريبات بيوقف اللعيبة، احنا زي ما كلنا شفنا، احنا واحنا بنخرج بالكرة بنخرج بتلاتة من ورا، سكر والونش وشبانة وحسام عبد المجيد، بيهرب ينزل على سنتر الدايرة يستلم الكرة هو ورؤى، بيبقى فضى مساحة، وشيكا فاتح في الشمال، وزيزو فاتح في اليمين، ونضاي وشلبي فاتحين أطراف الملعب على الآخر، وسامسون في نص الملعب، وسامسون في نص الهجوم. فدي أفكار الراجل، فأنا باجي أطلع بالكرة ففعلا بعمل كده، لكن بصطدم لما بدي الكرة الرؤى بيطلع باص غلط، بصطدم لما ادي الكره لحاتم سكر وهو جاي يطلع بالكره لعيب لسه ناشئ رجله مخبطه في بعض، رغم ان الواد عنده امكانيات وباين عليه ان هو عنده، لكن كل باص طالع بيه غلط. فانت المفروض كمدير فني ما تحاربش على فكرتك ولا تحارب على الفكره بتاعتك طول ما انت شايف الوضع سيء. المدير الفني انا بحترم فيه ان هو يفكر ويحاول يوجد الحلول للعيبة اللي معاه، ويحاول يوجد افكار جديدة تساعده ان هو يفوز في ماتش، او اللي هو يقدم حاجة في ماتش. طبعا الافكار دي انا بحترمها جدا وبحبزها جدا، لكن انت شايف خلال الماتش بعد ما دخل فينا الجون الاول ان ولا حاتم سكر عارف يطلع بالكرة ولا شبانة عارف يطلع بالكرة، ولما الكرة بنطلع بيها بنديها لحسام عبد المجيد او محمد اشرف رؤى في نص الملعب ما بيعرفوش يتصرفوا بيها تصرف سليم. دي نمرة واحد، انت ما تدخلتش ليه؟ هنا لازم اتدخل، هنا لازم ارجع قعد الملعبي تاني، العب بفكرة تانية، العب بطريقة تانية، لان الفكرة دي واضح ان حمزه خلاص قال لهم سيبوا الثلاثه دول يبنوا، واول ما الكره تروح لرؤى او حسام عبد المجيد هنا نبتدي نضغط. انا عندي صور للكلام ده ومصوره، وكنت عامل حسابي اللي انا هعمل فيديو بعد ما يفوز الزمالك وافكار الراجل وكان بيقابلها ازاي الاسماعيلي، لكن للاسف بعد الخساره فالواحد ما بيعرفش يقطع وما بيعرفش يتكلم فني قوي وما بيعرفش يعمل فيديو ومبسوط، لان زي ما قلت لكم انا بعمل الحاجه دي بحب، وكمان انا بحب الزمالك فبعمل التحليل ده بحب النادي الزمالك، فببقى مستني اشوف حاجة. لكن اللي احنا بنشوفه ده جماعة بعيدا عن الشكل الفني، ده مسلسل للموسم السيء والعشوائي والاختيارات السيئة اللي مر بها نادي الزمالك، ده مسلسل للموسم السيء والعشوائي. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا عالم؟ ده مسلسل للسوق اللي بيقدمه الزمالك على مدار الموسم، ده استكمال لحلقة جديدة من المسلسل اللي الزمالك بيقدمه الموسم ده. فزي ما قلت لحضراتكم لعيبة، طبعا كل واحد حقه يقول اي حاجة بعد الخسارة بتبقى الناس زعلانة، لعيبة لازم ده اي واحد، الناس بتبقى زعلانة وكل واحد بيشوف الغلطة عند مين، وكل واحد بيطلع غضبه عند حد معين، في اللي بيطلعه في المدرب، وفي اللي بيطلعه في اللعيبة، وفي اللي بيرجع للأصل الحكاية والإدارة اللي عملت المشكلة الكبيرة لينا الموسم ده عشان احنا مشينا الأفضل لعيبة وجبنا. طبعا
الكلام ده كله يرجع للإدارة، الكلام ده كله يرجع للمسؤول اللي مش مسؤول، اللي كل يوم بوجه له رسائل، واللي كل يوم بقول له حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، عشان فرغت الفريق، عشان وصلت الزمالك يبقى شكله ده زي ده كده، في شبه كده في الملعب. والله يا جماعة أنا أقول لكم على حاجة، أنا عمري ما هزعل من خسارة، أو هزعل من خسارة بطولة، أو هزعل من طلوع من بطولة، قد ما أنا بقى زعلان في الوضع، في الوضع اللي أنا فيه، والحرقة وحرقة الدم اللي أنا فيها دلوقتي. لأن الزمالك في الملعب مفيش شكل، مفيش لعيبة، مفيش حد بيقدم إضافة، مفيش حد موجود، ملكش كينيا. الزمالك ما زي ما قلت قبل كده هرجع وأقولها، الزمالك لا يملك إلا اسمه، الزمالك لا يملك إلا اللوجو بتاعه. الزمالك بيمر بفترة يعني حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي وصل النادي لكده. الزمالك في حلقة جديدة من مسلسل الموسم العشوائي اللي احنا ماشيين فيه، الموسم السيء، الموسم اللي مخلي حرام، اقسم بالله العظيم حرام. كان نفسي اطلع اعمل فيديو واتكلم يرجعوا ساسي وبن شرقي ونرجع طارق حامد ونجيب لعيبه جامده، اللعيبه دي عمرها ما هترجع، واللي هيعشمك بالكلام ده مش هيحصل، واللعيبه دي عمرها ما هترجع نادي الزمالك. هي كانت طفره وعدت، مش اي حد يعرف يجيب اللعيبه دي تاني، وعشان تجيب اللعيبه دي تاني عايز اداره بروفيشنال، عايز اداره يكون فيها رجل اعمال، عايز تعرف تجيب موارد كويسه عشان تعرف تجيب اللعيبه دي وتعرف تقبضها. اللي بيقول لك كده بيكذب عليك وبيضحك عليك، ولو سمحت اي خبر بالكلام ده اعرف ان هو بيكذب وبيضحك عليك. الكلام ده عمره ما يتحقق في نادي الزمالك غير بإدارة محترفة، وإدارة بتقدر تجيب سبونسر يجيب لها فلوس، فبالتالي بتقدر تجيب اللعيبة اللي بالنوعية وبالكواليتي ده. دي من الآخر، عشان بس ما نقعدش الناس تقول لك أصل ساسي راجع، أصل بن شرقي راجع، أصل طارق حامد راجع. نوعية اللعيبة دي أظن مش هتخش الزمالك لمدة، النوعية والكواليتي ده مش هيرجع يخش الزمالك لمدة 5 6 سنين تاني قدام، لأن الوضع صعب، واللي ماسك إدارة الكرة في النادي صعب، واللي ماسك الإداري اللي ماسك إدارة الكرة في الزمالك دمر الفريق، وهو طبعًا أمير مرتضى منصور يعني باسمه كده، يعني سيب اللي ماسك إدارة الكورة واللي مسؤول عن الصفقات اللي جت واللي مسؤول عن اللعيبة اللي جت، دمر فرقة نادي الزمالك اللي فرغ الفرقة اللي بيطلع كل ده بسبب أمير مرتضى. أنا معاك يا عالمي، بتعليقك مناسب جدا، كل اللي بيحصل ده بسبب إدارة الكورة في نادي الزمالك، والإدارة بترجع للإدارة الرئيسية وهي مجلس إدارة نادي الزمالك. الواحد بيتكلم أقسم بالله يعني مش قادر، الواحد من الحرقة والله والله والله، الواحد ما يزعل ما يزعل لو خاسر ماتش، بس شايفك عندك حاجة تقدمها في الملعب. لو أنت خسران ماتش وشايفك بتعمل حاجة، لو شايف في مشروع تبني عليه، لو شايف في حاجة تقدر اللي انت تعتمد عليها الفترة الجاية. لكن انت بتخسر وبتقدم نفس المستويات مرة، وزي ما قلت لكم قبل كده امير مرتضى ومرتضى منصور وإدارة نادي الزمالك حولت نادي الزمالك لنادي منتصف جدول، يخسر ماتش يكسب ماتش يتعادل ماتش، الوضع بقى عادي جدا. إدارة الزمالك خلت الزمالك نوعية لعبته واسمه زي لأي فرقة منتصف جدول. احلى حاجه تتعمل يبيعوا كل اللعيبه ويطلعوا الناشئين بلا قرف. والله عالمي في حلول كتير وفي شغل كتير، واللي عايز يشتغل بيشتغل، واللي عايز يعمل بيعمل، بس ما فيش حد بيعمل. انا لو اقول لكم كميه الاخبار اللي بتجيلي من النادي، يعني لما يجي واحد يجي يتكلم جايب لسه مدير فني وبيتكلموا ان ما فيش فلوس نقبضها للمدير الفني، لما تكون جايب لسه لعيبه، لما تكون جايب لسه لعيبه جديده وبالشكل ده وتعمل معاهم كده، مش كده اللي عمل كده امير مرتضى منصور ومرتضى منصور ومجلس اداره نادي الزمالك. اصل كل واحد لازم يشيل شيلته، كل واحد في النادي ده يشيل شيلته. اصل الجمهور كان مغيب شويه، في ناس كانت بتشتم في فريره، اقسم بالله ما هيخش الزمالك مدرب زيه، في ناس كانت بتقول لك ده خرف، وفي ناس واسامه نبيه جه بعديه، واسمه التاني ده جه بعديه، واللي جه دلوقتي ده سوري هو جه بعديه. محدش هيقدم حاجه باللعيبه دي. انا وانا بشوف التشكيل النهارده، انا ما بهاجمش اي مدير فني، بس بشوف افكاره. انا شفت الفكره حلوه عجبتني، وزي ما قلت لكم انا بحب افكار في الكوره. انا الكوره من حوالينا يا جماعه بتتطور، فمن حق كل مدير، احنا جايبين مدير فني اجنبي عشان يقول لنا افكار جديده، عشان يطلع حاجه من اللعيبه، عشان نشوف منه حاجه مفيده في الملعب.
فالراجل جه بيحاول يطبق افكار، بيحاول يعمل شغل. زي ما قلت لكم النهارده الزمالك وهو بيبتدي اللعب كان بيبدا بثلاثه من تحت، الونش وشبانه وحاتم سكر وحسام عبد المجيد بيسرق نفسه النص الملعب وبنبني عليه الكوره وهو جنب رؤى. لكن لا، المدير الفني عنده مشكله، عنده مشكله ان اللعيبه دي مش بتقدم. احنا بنطلع بالكوره نروح لرؤى يحطها بره، سيبك من الجون اللي جابه في نفسه، هي غلطه مش مشكله اللي هو جاب جون فينا، يعني اللي هو جاب جون جاب فينا. والله ما دي مشكلتي برضو، انا مش بحمل لعيب اخطاء، لكن هي دي نوعيه اللعيبه في نادي الزمالك. ده الديفندر رقم 6 اللي بيلعب في نادي الزمالك محمد اشرف رؤى، ديفندر الاساسي بتاع نادي الزمالك اللي واخد 5 ابطال افريقيا، اللي واخد 2 دوري، محمد اشرف رؤى. دي امكانياته ودي اساسياته، وده احسن لاعب عندك في مركز 6 بالمناسبه، احسن من دونجا واحسن من عمرو السيسي واحسن من سيف جعفر في نص الملعب. دي النوعيه دي احسن من الثلاثه التانيين. ده اللي عملته فينا اداره الكوره في نادي الزمالك، ده اللي عملته فينا إدارة الكورة في نادي الزمالك، هي اللي خلت نوعية اللعيبة دي أحسن لعيبة. أنا أجيب لكم 36 لقطة في الماتش مصطفى شلبي ناحية الشمال ممكن يعمل فرصة للزمالك، باصص في الأرض وبيطلع بالكرة على الخط لغاية لما تطلع بره، تطلع أوت، يقع، تطلع ضربة مرمى، ياخد كورنر. 36 كورة الراجل يوصلها لغاية الخط، تتدرج بالكرة تطلع على الخط تروح. اوريك 36 كوره ولا 38 كوره مس باص من رؤى، مش عارفين نعمل باص سليم في الملعب عشان الناس. هو اوسيو عنده مشكله، لكن احنا في الاخر بنصب المشكله عند المدرب. المدرب ما يشيلش الليله لوحده، المدرب ما يشيلش الليله لوحده. لعيبه اللي في الزمالك لا تصلح، وبرده مظلومين اللعيبه دي، لا تصلح ومظلومين، لان هي دي امكانياتهم. قلتها 100 مرة، أي مدير فني هيجي هيطور من رؤى ولا من مصطفى شلبي ولا من عمرو السيسي ولا من سامسون، هيطلع منه إيه؟ هيخليه من لعيب عادي للعيب متوسط. مش إمكانيات نادي الزمالك برضه، مهما يوصل بيه وهيوصله ليفن عالي عمره ما هيخليه على إمكانيات نادي الزمالك، هيخليه لعيب متوسط. المشكلة مش عند اللعيبة ولا المدير الفني، المشكلة في الإدارة. الإدارة اللي دخلت أشباه اللاعبين دي الزمالك، الإدارة اللي لبستهم التيشيرت، الإدارة اللي خلتهم يلعبوا باسم الزمالك. واحد في الكورة 1+1=2، عشان تعمل نتائج بيبقى فيه معطيات، المعطيات لعيبة ومدير فني واستقرار وهدوء. النتائج تيجي بعد ده، لكن احنا ما عندناش كده. الإدارة المسؤولة، مسؤولية الإدارة الأول والأخير عن كل اللي بيحصل في نادي الزمالك الإدارة. الإدارة، معلش لو كنت اتعصبت والله بطني وجعاني مش قادر. الحمد لله رب العالمين، ربنا يجعلها آخر الأحزان وفصل طبعا جديد من فصول الزمالك زي ما قلت لكم، وإن شاء الله ربنا يكتب لنا الخير للي جاي. وهارد لك لكل جمهور الزمالك، هارد لك لكل جمهور الزمالك. احنا بنكسب بدعاء الوالدين وبنكسب بدعاء جمهور الزمالك، فهارد لك، ربنا المستعان. ان شاء الله ربنا يكرمنا في الفتره الجايه ونقدر نعمل